السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس هشام أحمد، وهنبتدي درسي إن شاء الله من سلسلة دروس تمارين على سوليد ووركس. درس النهاردة تمرين رقم 106 من سلسلة 200 تمرين على البرنامج. هنفتح البرنامج وهقول له نيو بارت وأقول له أوكي، وهبدأ أرسم في الفرونت بلان. كليك على الفرونت بلان وأقول له سكتش، وهبدأ أرسم سلوت بالمنظر ده كده، من هنا هنا كده، وأقول له سمول دايمنشن إن التول ده كده 70 ملي، وراديوس السلوت 15 بالمنظر ده، واقول له سيركل، هرسم دايره هنا كده، واحده هنا، قطر الدايره دي كده 15، ودي كمان قطرها 15، واقول له فيتشر اكسترود 30 ملي في الميد بلان، واقول له صح بالمنظر ده. طيب هاجي اعمل سكتش هنا وهرسم دايرة في اي مكان هنا كده، وهقول له سمول دايمنشن ان radius او قطر الدايرة دي هتبقى 30.8 ملي، والمسافة من هنا للسنتر ده كده هتبقى 29.7. فيتشر اكسترود كات بالمنظر ده، اقول له صح. هبدأ أعمل سكتش هنا، هعمل سكتش بحيث إني أعمل ريكتانجل هنا كده، وهعمل ريكتانجل هنا كده، وأقول سمول دايمنشن إن المسافة من هنا لهنا 5 ملي، المسافة دي 20 ملي، من هنا لهنا 5، ودي كده 20، المسافة دي 28، والمسافة اللي هنا دي كده تبقى 35.5. وقوله فيتشر سترود كات سرول، وقوله صح بالمنظر ده. هاجي اعمل سكتش تاني هنا كده، هرسم دايرة هنا كده، ودايرة هنا تحتيها، ودايرة هنا كده، هقول له ان قطر الدايرة الكبيرة دي 14، قطر الدايرة دي 5 ملي، والدايرة دي 5 ملي، السنتر بتوين الدايرة دي والدايرة دي 12.1 بالمنظر ده، والمسافة من هنا لهنا 5.8، والمسافة من هنا هنا 9.3، والمسافة من هنا لهنا 12 ملي، ومن هنا لهنا تبقى 15.3. وهقول له ان النقطة دي كنترول مع دي تكون فيرتيكال بالمنظر ده، وهقول له فيتشر اكسترود كات ثرول، واقول له صح. بقت كده الرسمة كاملة وجاهزة معايا. كليك يمين على ماتيريال، خليها 1060 الوي، ايفالويت ماس بروبرتيز، هلاقي ان الكتلة بتاعتي 87.11 من 100 جرام. فده كده كان درس بتاع النهاردة. لو حد عنده اي سؤال اي استفسار يقدر يبعت لنا صفحتنا على الفيسبوك لانس دروس عربيك، وارقام التليفونات والايميل موجودين اسفل الشاشة. نشوفكم الدروس الجاية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.